مرحبا، أنا هنا مع خبر خاص عن باريش باكتاش الممثل الكاريزمي للمسلسل اليومي ظهور الدم، والذي كتب اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ المسلسلات التركية، وهو ما سيجعل معجبيه سعداء. تستمر سلسلة ظهور الدم التي قلبت التقييمات رأسا على عقب الموسم الماضي في إظهار نجاح كونه المسلسل التلفزيوني أكثر شعبية على وسائل التواصل الاجتماعي بغض النظر عن الإجازة الصيفية. باريش باكتاش الذي وصل إلى قاعدة جماهيرية كبيرة ليس فقط في تركيا ولكن أيضا في الخارج بفضل الانسجام الذي حققه مع شركته يغمر يوكسي، هو أيضا شخص محظوظ جدا في حياته الخاصة. يستعد باريش باي الذي تزوج غولوم باكتاش في عام 2021. كما قلت لكم في إحدى الفيديوهات، غولوم باكتاش فهي حامل، وسيصبح باريش باكتاش قريبا أبا. يستعد الزوجان المشهوران لتذوق أروع شعور في العالم، شعور الوالدين في الخريف. يمكنني القول أن أطفال الزوجين الأسطوريين يتمتعون بصحة جيدة وأن كل شيء يسير على ما يرام. لم يتم الإعلان عن جنس المولود بعد. إذا كان هناك أي تطور جديد حول هذا الموضوع فسأواصل مشاركتها معكم. لا تنسوا مشاركة أفكاركم القيمة حول هذا الفيديو في قسم التعليقات.